قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ أن التحالف العسكري قام بطرد 7 دبلوماسيين روس بسبب الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف جاسوسا روسيا سابقا ووقع الشهر الجاري في بريطانيا. وقال شتولتنبرغ أن الناتو قام أيضا بخفض الحد الأقصى لحجم البعثة الروسية من 30 إلى 20 شخص. I have today withdrawn the accreditation. لقد سحبت اليوم اعتماد 7 موظفين في البعثة الروسية لدى الناتو، كما سأرفض طلب الاعتماد ل3 آخرين. وقد قام مجلس شمال الأطلسي بتخفيض الحد الأقصى لحجم البعثة الروسية إلى الناتو بمقدار 10 أشخاص وفقا لقراري، وهكذا سينخفض الحد الأقصى لحجمها إلى 20 شخصا. وهذا يرسل رسالة واضحة إلى روسيا أن هناك ثمنا وعواقب لنمط سلوكهم الخطير وغير المقبول. قال ستولتنبرغ إن الهدف هو الحد من قدرات روسيا على القيام بعمل استخباراتي في بلدان الناتو. وكانت العلاقات بين الناتو وروسيا قد تدهورت بالفعل بسبب الصراعات في أوكرانيا وسوريا، في حين طردت حكومات 25 دولة أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا حتى الآن منذ هجوم غاز الأعصاب، لتشيد بريطانيا بالطرد الجماعي بوصفه نقطة تحول في موقف الغرب تجاه روسيا.